ساليت من تصوير جوج ديال المسلسلات اللي غادي يكونوا ان شاء الله على شاهد في اي بي، في تجهيز، في طور تجهيز فيلم غيكون فيلم سينمائي ان شاء الله، وتجهيز جوج ديال الاغاني ان شاء الله. هي في الصراحة أنا انقطعت شوية عربيا في هاد الفترة ديال الكوفيد، بقيت غير في المغرب، بقيت غير ما سافرتش، ما هذا عاد جو روبخون زعما لي كونتاكت، وعاد كان سافر، عاد وليت كنتحرك شوية. مي من قبل كانوا بزاف ديال العروض، واللي كنت ديما كنفضل نبقى نخدم في المغرب باش نبقى حدا ولدي. دونك فوالا، مي دابا ان شاء الله غادي يكونوا اعمال على برا. تحسنت حيت شي حاجه طبيعيه، احنا في الاول وفي الاخر كنبقاو بشر. وشوفي تكوني قويه حتى تكوني قويه، الا ما كيكونوا عندك دي مومون ديال الفيبليس. اهم حاجه هي تعرفي تعاملي مع راسك في هذوك الاوقات الصعبه واوقات الاكتئاب. فانا اهم حاجه هي كنعطي وقت لراسي، كنحاول نخوي، ما حسيتش براسي مزيانه كنبكي، كنخوي، كنحاول نغير، نسافر، نبدل، نقوي راسي، عاد نرجع نخدم. وافكتيفمون هذا الشيء اللي درت، كنت مقاطعه شويه في هذا الشهر على 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 مواقع التواصل الاجتماعي، كنت عاطيه وقت لراسي، وكنت كنريح راسي، كنقرا شويه على الحوايج اللي ينفعوني، وفوالا. مي ما كيتولفش البعد، ما كيتولفش، مي صافا، حنا كنهضروا الوقت كامل، كنهضروا كل نهار وكل شويه وصافي. صراحه نبغي نشوفو اول حاجه فرحان، ونبغي الله يحفظه ويخليه بصحيحته بهذا، ونبغيه يدير الحاجه اللي تريحو، المجال اللي يكون هو باغيه ومقتنع فيه باش يقدر ينجح فيه. حيت ما يمكنش شي واحد ينجح في شي مجال الا كان دايرو على غير اقتناع. اول حاجه انا كنشكر السيد الوزير، وزير العدل سي عبد اللطيف وهبي، على التفاعل ديالو اللي كان في فتره وجيزه، كان تفاعل وتلقي اتصال وهذا، وانا فرحانه حيت مؤخرا، واخا ما كنتبعش بزاف شنو واقع، مي مؤخرا شفت خرجات اعلاميه ديالو، وشفت كيهضر على مواضيع طرق ليها اللي محتاجه تغيير، محتاجين تغيير الاحسن لهاد البلاد. انا عجبني طريقه التفكير ديالو، عجبني الاشياء اللي كيشتغل عليها في هذه الفتره. كنتمنى هذه الاشياء تحقق على ارض الواقع، وكنتمنى بزاف ديال الامور تغير الفائده المجتمع ككل، بجميع افراده، بالمراه، بالراجل، بالاطفال، بكل شيء. فوالا، ما شوفي كيف ما كنتمناو غير الخير لولادنا، راه كنبغيوه لبلادنا، حيت لما بغيناش الخير لبلادنا ما غاديش يعيشوا ولادنا مزيان في البلاد. دونك هذا الشيء اللي كنتمناو، فريمون كنتمناو التغيير يكون في صالح الجميع، ونفكروا ديما للاطفال. انا كنقول مازال الشخص العاقل راه كابابل، وكيقدر يدافع على راسه، ويقدر ياخذ حقوقه. اما الاطفال اللي ما عندهم حتى ذنب، هذوك كيكونوا غير ضحايا ديال المجتمع. فكنتمنى القانون يكون كينصف المراه، وينصف الراجل، وينصف الاطفال. صراحه ما عرفتش نجاوبك على هذا السؤال، ولكن انا من ما عرفتش من شحال من عام كنسى
فاش كيسولني شي واحد شحال عندك من عام خاصني نتفكر العام اللي تزاديت فيه ونحسب باش نعرف. تلمو ما كنحسبش تلمو هاد السنين كامله اللي فاتت في حياتي، ولو كنحتفل بعيد ميلادي اقسم بالله دي فوا ما كان ديما كنغلط بعام ولا بعامين ما كنعرفش، دي فوا كنزيد دي فوا كنقول لا راه واقيلا انا صغر من هكا، وبحكم انه انا مركزه اكثر شيء على حياتي وما عنديش حتى الوقت اللي نفكر في الارقام. وهذه هي سنه الحياه، يعني احنا غادي نكبروا سي فري كو فاش كنا صغار كيبان لنا شي واحد عنده 20 عام كيبان لنا كبير، من بعد كنوصلوا 20 عام كيبان لنا واحد عنده 30 عام كيبان لنا كبير، والحياه غدا هكا وحنا كنكبروا فوالا. ما كيخلعنيش تقدم العمر. كاينين الناس اللي مثلا في مواقع التواصل الاجتماعي كنشوفهم كيهضروا على هذه المساله، ولا كنشوفهم كاتبين شي تعليق لشي مراه راك كبرتي راك خيابيتي راك عندك لي غيد والتنمر وهذا الشيء. كيضحكوني حيت كيهضروا كانهم هما ما غاديش يتقدموا في العمر وما غاديش يكبروا وما غاديش. هذه سنه الحياه شي حاجه عاديه، كنعتقد انه بالعكس غادي نتقبلها، حيت ما نتقبلهاش يمكن الا كنت انسانه فاشله وما درت حتى حاجه في حياتي. الحمد لله حققت احلامي، خدامه ناجحه في حياتي العمليه والشخصيه، عندي وليد الله يحفظوا ليا. فبالعكس كل سنه كتزاد في عمري كنحقق فيها بزاف ديال الحوايج اللي كنكون فخوره فيهم. و فوالا، والله الله يكبرنا في طاعه الله.